عايزه وصفه لحبوب سن المراهقه، يعني حبوب الشباب. حب شباب، بذور الكتان مع معلقه نشا مع معلقه زبادي، قلبيهم مع بعضياتهم مع على بوز الملعقه كده نقطه فيتامين اي. هتعالج حب الشباب، هتضيع اثار حب الشباب. بذور الكتان يا جماعه ساحره للبشره وللوجه، هي السلاح اللي هي بذور الكوتينه باللغه العربيه. السلايم جيل اللي شبه بابور دي هايل 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 للبشره وللشعر والفروه الراس. هي مش قادره تعرف انه ما ينفعش تقولها لان دي شتيمه، بس عادي تمام. عدوها عدوها عدوها. بودره اللؤلؤ، اللؤلؤ دي هي بودره الثلج. لا هي مش بودره الثلج، بودره الثلج حاجه ثانيه. بودره اللؤلؤ مشهوره عند معروفه عند اي عطار، وتقدري تسالي وهتتاكدي.